بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوة. أما بعد، اللهم ألهمنا التقى والهمنا الصالح من الأعمال والنوايا والأقوال، ولا تحرمنا رضاك يا ربنا يا رب السماوات والأراضين والجنة والنار. اللهم أمين، اهدنا يا رب. بعجالة، أنا ما زلت في حيرة من الخلفاء الذين أساءوا لهذه الأمة، وإن كان هارون الرشيد من أقلهم هفوات، الذي اشتهر بآدابه وتقواه ويحج عام ويجاهد عام، وكان أنا مضرب أمثال في العصر ذاك من العباسيين. لكن أنا محتار، لماذا حين بلغه شأن الرضيع موسى الكاظم رضي الله عنه أنه جلب القلوب، قلوب الصالحين في المدينة المنورة نحوه؟ ما الضير في ذلك؟ لو كان فعلا هو على ما يقولون من التقاء ومن الرشاد، ما كان يتأثر بهذا إلا بطريق واحد، هو أن يحسن العلاقة مع الرجل الصالح اللي هو فعلا نظيف الطوية، وكان من الحكمة بمكان كان يمثل العلاقات معه، وكان يجب يجعله بجانبه كيد على الشر وكهادي سبل الخير، سبل الصحوة، سبل القوة في الدين. لكن الملك بدأ يظهر عليه صفة الأنانية وصفة الغلو وصفة الغرور والإعجاب بالنفس، فما كان منه إلا أن جلبه مقيدا إلى بغداد. لماذا؟ لا أحد يقول ولا القول الثابت، لكن نحن نعلم أن الخلفاء سواء كان أمويين والعباسيين ما كانوا يطبقون الإسلام بعدافيره بل على هواهم. وحين يبرز إنسان خاصة من عترة النبي عليه الصلاة والسلام، يبرز واحد ويظهر تظهر قيمته ومعدنه، يعجلوا بالقضاء عليه. هناش عمله أذاه وقيده وحبسه حتى توفي عليه رضوان. افهموا بالضبط ماذا تقصدون بهذا؟ أتريدون أن ترجع الجاهلية إلى ملا أرض الله؟ أتودون أن الشرك يعود بقوة وقسوة كما كان يخرب البلدان شرقا وغربا؟ ماذا تقصدون بفعالكم الشنيعة هذه؟ نحن نشهد عليكم، قد قيادتنا تقطع رقابكم، وقد يغفر الله لكم، وهذا أمر الله لا دخل لا فيه. نسأل الله الهداية، ونسأل الله الحكم، ونسأل الله حسن الأدب، والسلام على من اتبع الهدى.